في دراسة جديدة اتنشرت في أواخر سنة 2023 بتؤكد على انتهاك الحيوانات المنوية في حركتها لواحد من أهم قوانين الفيزياء اللي أثبت صحته لأكتر من 300 سنة كاملين، واللي بيحكم حركة كل الأجسام في الطبيعة من حوالينا. أنا عايزك تجهز مشروبك المفضل علشان نعرف مع بعض أكتر عن الدراسة دي وتطبيقاتها في مجال الطب ودورها في مساعدة الجنس البشري من الانقراض. سبسكرايب ولايك وشير، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أهلا وسهلا بيكم، أنا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، خليني في الأول أديلك فرشة علمية مهمة علشان تفهم الموضوع بشكل كامل. على مر الزمن كان دايما بيحاول الفلاسفة يوصلوا للقوانين الأساسية في الطبيعة، القوانين البسيطة للكون اللي تقدر تفسر كل حاجة بتحصل حوالينا، وفضلوا آلاف السنين علشان ينجزوا المهمة دي، ولكن محاولاتهم كلها فشلت، لحد ما ظهر عالم إنجليزي كان له دور أساسي في الثورة العلمية وعصر التنوير، السير إسحاق نيوتن. وسبب شهرة نيوتن الأساسية بترجع لنشره في سنة 1687 لكتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، وفي الكتاب ده حط نيوتن ثلاث قوانين بسيطة للحركة في الكون، تعتبر واحد من الأسباب اللي بتخلي نيوتن يعتبر العالم رقم واحد على مر التاريخ. قوانين ممكن تشوفها بديهية وسهلة، ولكنها كانت وقتها بمثابة ثورة فكرية لتغيير نظرتنا للكون من حوالينا، لأنها قادرة تفسر حركة كل شيء حرفيا، بداية من صندوق محطوط على الأرض وصولا لحركة الصواريخ. وبتشكل القوانين الثلاثة دي أساس ما يعرف بالميكانيكا الكلاسيكية أو الكلاسيكال ميكانيكس، وده العلم اللي بيهتم بدراسة حركة الأجسام المرتبطة بمجموعة قوى بتأثر عليها. بس اللي لازم تاخد بالك منه صديق إن الميكانيكا الكلاسيكية دي بتنهار كليا لما بتحاول توصف حركة الأجسام الكبيرة زي النجوم والمجرات والثقوب السوداء. وعلشان كده ظهر معانا النسبية العامة اللي قادرة تفسر ده، وفي نفس الوقت الميكانيكا الكلاسيكية بتفشل كمان في وصف حركة الأجسام الصغيرة جدا زي الإلكترونات والجسيمات الأولية. علشان كده الفيزيائيين أنشأوا نموذج جديد معروف باسم ميكانيكا الكم، اللي قادر يفسر سلوك الجسيمات على المستوى الذري والدون ذري. فببساطة كده نقدر نقول إن قوانين نيوتن التلاتة هي قوانين في منتهى القوة، ولكن على مستوى حياتنا وتفاعلاتنا اليومية فقط. خلينا بقى نتكلم عن قوانين نيوتن التلاتة. قبل ظهور قوانين نيوتن التلاتة للحركة، كان معظم المفكرين بيعتقدوا إن الأجسام في الطبيعة عندها ميل وتفضيل طبيعي إما للحركة أو للثبات. وعلى سبيل المثال، كانوا بيقولوا إن سبب تحرك الرياح بيرجع لكونها بتميل بطبيعتها للحركة، بينما بتميل الصخور إنها تفضل ثابتة. وبنفس الطريقة السحاب بيطفو وبيتحرك، وعلى العكس الكائنات الحية زي البشر والحيوانات بتبقى ثابتة على الأرض. بس نيوتن معجبوش الكلام ده، وقال إن الأجسام الساكنة بتميل للبقاء ساكنة، والأجسام المتحركة بتميل للبقاء في حالة حركة. ومن هنا ظهر مصطلح ما يسمى بالقصور الذاتي، وده عبارة عن مقياس لمقاومة الجسم للحركة. وبكده عرف نيوتن قانونه الأول للحركة، وقال إن الجسم الساكن هيفضل ساكن للأبد طالما ما أثرناش عليه بقوة خارجية، وفي نفس الوقت هيفضل الجسم المتحرك متحرك للأبد وبيتحرك في خط مستقيم لحد ما تأثر عليه قوة خارجية. ولو عايز تفهم الكلام المكلكع ده، فما فيش أبسط من إننا نضرب مثال من أرض الواقع علشان نفهم أكتر القانون ده. تخيل معايا كده صديق إنك راكب عربية وماشي بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، وفجأة بتلاحظ وجود مطب وتروح من غير تفكير دايس فرامل. إيه اللي هتلاحظه دلوقتي؟ أكيد هتلاحظ إنك أول ما دوست على الفرامل وخففت من سرعتك، فهتلاقي إن جسمك اترمل قدام شوية. الحقيقة إن ده طبيعي، وبيرجع لمفهوم القصور الذاتي أو الإنيرشيا اللي صاغه نيوتن في القانون الأول للحركة، وسبب إنك اترميت لقدام شوية لما دوست الفرامل بيرجع لإنك في الأصل كنت ماشي بسرعة كبيرة وفجأة غيرت من سرعتك، فوقتها جسمك هيميل لقدام في اتجاه حركتك، لأنه هيستمر في الحركة بنفس السرعة اللي كان بيمشي بيها، ولكن المؤثر الخارجي اللي هو الفرامل منعه من ده وغير من حركته وأثر عليه. والحقيقة إن نيوتن ما كانش أول عالم يتوصل لقانون القصور الذاتي، لأن العالم جاليليو والفيلسوف ريني ديكارت سبقوه، ولكنه أظهره بشكل مختلف ومميز. وبيقول نيوتن في سيرته الذاتية إنه ما قدرش يوصل للوصل من أفكار علمية جديدة غير لما طلع على أكتاف العمالقة من العلماء والفلاسفة. وعلى الرغم من إن قانون القصور الذاتي حدد ليه الأجسام بتميل للحركة أو للثبات، إلا إنه محددش القوة اللي بتعمل التأثير سواء للحركة أو للثبات. والحلقة المفقودة دي كملها نيوتن من خلال صياغته للقانون التاني من قوانين الحركة، من خلال ربطه للقوة بالتسارع. وعلى الرغم من إنك ممكن تقول إن E=mc² هي المعادلة الأكثر شهرة في الفيزياء كلها، إلا إن F=ma بتتغلب عليها، وهو ده يا سيدي القانون التاني للحركة.
القانون ده بيقول ان حجم القوة المؤثرة على جسم ما بيساوي حصل ضرب كتلة الجسم ده في التسارع اللي بيتحرك بيه، وده معناه ان تسارع الجسم بيتناسب تناسب طردي مع القوة اللي بتأثر عليه وبيتناسب تناسب عكسي مع كتلة الجسم. ولو جينا نبسط الكلام العلمي ده على شكل مجموعة امثلة بنواجهها في حياتنا، فهنلاقي ان اول مثال شائع جدا وبديهي بالنسبة لنا هو وانت ماشي جوه المول وماسك الكارت وبتحركه بايديك، فوقتها من الطبيعي ادراك ان سرعة الكارت هتبقى قوية لما تبقى فاضية، في حين انها لما تبقى مليانة هتبقى سرعتها اقل وهتبقى محتاجة القوة اكبر علشان تحركها بنفس السرعة باستخدام نفس قوة الدفع، وده كله بيخضع لقانون نيوتن الثاني للحركة. وبرضه كمثال تاني لمحب الفلك هو لحظة اطلاق الصواريخ للفضاء، وعلشان الصاروخ يطلع من مدار الارض ويدخل الفضاء الخارجي بيحتاج لوجود قوة تسمى قوة الدفع. ووفقا لقانون التاني للحركة فالقوة بتتناسب طرديا مع التسارع، علشان كده لما بنطلق الصاروخ فوقتها بنزود قوة الدفع، وده بيؤدي بدوره لزيادة التسارع، والسرعة اللي وصلها الصاروخ بتساعده انه يهرب من مجال الجاذبية الارضية ويطلع للفضاء. وكمثال للمهندسين خلونا ناخد مثال سيارات سباق الفورميولا، هنلاحظ ان خلال تصميم سيارة السباق قدرة فوز السيارة في السباق بتعتمد على دور المهندسين في تقليلهم لكتلة السيارة، وده لانه وفقا لقانون نيوتن الثاني للحركة بترتبط كتلة الجسم عكسيا مع التسارع، ومن خلال تقليل كتلة السيارة بنقدر نزود التسارع بشكل كبير وبالتالي زيادة فرصة الفوز بالسباق. اما عن ثالث قانون والاخير نقدر نقول انه اكتر قانون مشهور لينا وكلنا عارفين انه بيقول لكل فعل رد فعل مساوي ليه في المقدار ومعاكس ليه في الاتجاه، والحقيقة ان غالبية الناس بتواجه مشكلة في تخيل القانون ده لانه مش قانون بديهي، وافضل طريقة علشان نفهمه هي اننا نضرب امثلة. خلونا في البداية نروح حمام السباحة ونبص للسباح في بداية السباق وهو بيحط رجليه على حيطة حمام السباحة علشان يدي دفع لنفسه تخليه يكسب السباق، ومن الواضح ان السباح بيأثر بقوة على الحيطة، لكن اللي بنلاحظه ان السباح خد قوة معاكسة في الاتجاه اكنه بالظبط بيزق الحيطة والحيطة في نفس الوقت بتزقه، ولكن ده تأثير مش ملحوظ ومش بديهي زي ما قلنا. ولو ما فهمتش المثال فخلينا نروح للكائنات اللي بتعتمد بشكل اساسي على القانون ده في كامل حياتها، اللي هي الحبار والاخطبوط اللي بتعتمد في حركتها على سحب كمية من المية علشان تستخدمها كقوة دفع بحيث انها تخرج المية وتأثر على البحر بقوة، وفي نفس الوقت تيار المية اللي خرج ده هيديهم قوة معاكسة في الاتجاه علشان يقدروا يمشوا، وده نفس المبدأ اللي بيتم استخدامه في اطلاق الصواريخ والطيارات. وعلى الرغم من انه تم التحقق من صحة القوانين الثلاثة دي من خلال عدد لا يحصى من التجارب على مر 300 سنة اللي فاتوا، وبالرغم من ان القوانين دي بنستخدمها على نطاق واسع علشان نوصف الحركة اللي بنواجهها في الحياة اليومية في الطبيعة، الا ان الطبيعة احيانا بتبقى فوضوية ومش كل الانظمة الفيزيائية بتخضع للقوانين نفسها، وده اتعرف مؤخرا بعد ملاحظة العلماء للحيوانات المنوية البشرية وهي بتنتهك القانون الثالث من قوانين نيوتن للحركة في خلال حركتها وسباحتها داخل السائل المنوي. والملاحظة دي اتنشرت في بحث في اخر سنة 2023 عن طريق علماء الفلويد داينامكس او ميكانيكا الموائع والباحثين في الرياضيات التطبيقية في جامعة كيوتو في اليابان كينتا ايشيموتو وكليمنت مورو كينتو ياسودا بعد نشرهم ورقة بحثية في مجلة PRX Life. وفي البحث ده لاحظ الباحثين ان الحيوانات المنوية بتتحرك خلال السوائل بجهد وطاقة اقل من اللازم، وده على الرغم من ان السوائل دي لزجة وبتحتاج لطاقة كبيرة علشان الكائنات دي تسبح من خلالها. ومن المعروف ان الحيوان المنوي بيتكون من جزئين محاطين بغشاء بلازما، المنطقة الاولى هي الراس واللي بيحتوي على مادة وراثية مهمة وضرورية للتكاثر، اما عن الجزء الثاني فهو الديل او المعروف علميا باسم الفلاجيلا، واللي دوره انه يدي الحيوان المنوي القدرة على الحركة والسباحة والوصول في النهاية للبويضة والاندماج، وده بيحصل عن طريق ان الديل بيعمل حركات بتشبه التموجات، وده اللي بيديله القوة اللازمة علشان يدفع نفسه ويسبح خلال السائل المنوي. بس طبقا لقانون نيوتن الثالث للحركة فوقتها حركات زي التموجات دي لازم تعمل اعاقة وبطء للتقدم من خلال احتكاك الديل بالسائل، وبكده لازم الحيوان المنوي يبقى بطيء في حركته عن الحركة اللي بنشوفها. وفعلا لقى العلماء ان الحيوانات المنوية بتسبح من خلال انها بتهز ديلها زي ما هو متوقع، ولكن الغير متوقع كان ان الديل بيتحرك بطريقة بحيث انه ما فقدش كتير من طاقة السائل، وده اللي وصفه الباحثين بالمرونة الغريبة، يعني اكن الديل مسؤول عن الحركة فعلا ولكنه مش موجود ومش بيعمل اي احتكاك مع السائل، وبكده بيقدر يتجنب رد الفعل المساوي في القوة والمعاكس في الاتجاه اللي بيقوله قانون الثالث للحركة، وبالتالي الحيوان المنوي مبيفقدش طاقته وبتكون سرعته اكبر من المتوقع. والحقيقة ان مرونة الديل دي مش بتدي تفسير لوحدها للي بيحصل، علشان كده العلماء اشتقوا مفهوم جديد اسمه المرونة الفردية او الاود الاستيسيتي علشان يوصف الميكانيكا الداخلية للديل
وده مفهوم بيخلي الحيوانات المنوية تتقدم وتتحدى الفيزياء بطريقة غريبة. والحقيقة إن في الطبيعة مش الحيوانات المنوية بس هي اللي بتمتلك ديل مميز بيساعدها على الحركة، إنما هنلاقي كمان إن الطحالب وحيدة الخلايا من نوع الكلاميدومونس برضو بتمتلك ديل بيساعدها على الحركة ضد قوانين الفيزياء. وعلى الرغم من إن كسر القوانين الطبيعية شيء يبان مش مفيد للبعض، ولكن الباحثين بيقولوا إن حسابنا المعامل المرونة الفرد لأي نظام مغلق هيساعدنا على تصميم كائنات غير حية زي روبوتات دقيقة تقدر إنها تسبح بجهد منخفض داخل جسم الإنسان، روبوتات قادرة إنها تنتهك قانون نيوتن الثالث للحركة علشان تحل مشاكل بتواجهنا زي الفيروسات والسرطان، مشاكل حلها يساعد الجنس البشري من تفاديل الانقراض ومحاولة إثبات تفوقه على الأمراض وكسبه للمعركة في إثبات وجوده الدائم على كوكب الأرض. هستنى أعرف رأيك في الكومنتات، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت في الديسكريبشن، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.